تابعتم أحداث هذا اليوم والتي يعني نأسف لها كثيرا، لأنها قصد منها قطع الطريق على تطور هذا الشعب ونمائه والانتقال لبناء ديمقراطية راسخة سلسة. نحن نشيد بالقوات المسلحة، قوات الدعم السريع، بما قامت به من عمل كبير ومقدر لحسم هذه الفتنة التي أريد لها أن توقف قطار التقدم نحو الديمقراطية والاستقرار والنماء